ولإلقاء الضوء على تأثير الألعاب الإلكترونية على أطفال العراق ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الباحث الاجتماعي يونس العبطان. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا بكم. انتشار كبير للألعاب الإلكترونية بشكل عام وخاصة العنيفة منها، وهنا نتساءل عن تأثيرها على الأطفال والشباب العراقي. صحيح، يعني بداية تحية لكم ولجمهوركم الكريم. صحيح، تأثير الألعاب الإلكترونية بما في ذلك الألعاب العنيفة على الشباب هو موضوع مهم يجب مناقشته، وله انعكاسات خطيرة على المجتمع. زيادة العنف قد تزيدها الألعاب الإلكترونية وخصوصا العنيفة منها من مستويات العنف العدوانية لدى الأطفال، تعرضهم لهم بشكل مباشر، تأثيرها على الصحة البدنية. يعني هذا الموضوع يتطلب الجلوس أمام شاشات إلى فترات طويلة، تأثيرها على السلوك، يمكن أن تؤثر الألعاب العنيفة على سلوك الأطفال وتشجيعهم على سلوكيات غير ملائمة، وهذه حقيقة يعني موجودة اليوم عندنا بشكل. اليوم تلقى عنف في المدرسة، اليوم تلقى عنف في الروضة، اليوم تلقى عنف في الشارع، عنف بين الأطفال. هي مو بس الألعاب الإلكترونية، حتى الألعاب الأطفال اللي بدأت العالم تشتريها، مسدسات، رشاشات، يعني وكأنما هذا الموضوع منهج، ويعني بنعد إلى جيل عنيف عكس ما إلى العالم. يعني أنت على سبيل المثال عندك أنت مثلا تطبيق التيك توك، هو الهدف من عنده هو تفتيح العقول، يعني عدم التعمق بأي فكرة، ما عدم تعمق سواء كانت الفكرة يعني حسابية أو تاريخية أو دينية أو حتى الدين. طيب نتسطح يعني في الفكر. هذا الموضوع انت لو تشوفه يعني باحثين قبل فتره قدموا التيك توك، هو يعني صيني، يعني صناعه صينيه. بالصين يختلف ما عن اللي بتوب العالم، بالصين يمضيك كل ابحاث ويمضيك كل علم ويمضيك القيم والمبادئ. فحقيقه هذا الموضوع يعني يستحق. نعم، بلا شك، خاصة أن هناك آثار لهذه الألعاب على تنامي ظاهرة العنف بين الأطفال والشباب. ما هي مدى الأثر الذي تتركه برأيك؟ اختلف الباحثون في هذا، قد يكون تأثيرها محدود، هنالك آراء تشير إلى أن تأثير الألعاب الإلكترونية على العنف ليس كبيرا، وهنالك عوامل أخرى تلعب دورا أكبر في تنامي العنف بين الشباب. من جهة أخرى هنالك أبحاث تقترح ان الالعاب العنيفه قد تلعب دورا في زياده العنف بين بعض الافراد، خاصه اذا تم تعريضهم لها بشكل مكثف. يعني احنا نشوف اليوم الاطفال، حتى مو بس الاطفال، حتى الكبار، يعني لساعات مطوله. يعني اليوم اكثر طبيب يراجعونه هو طبيب العيون، في خصوصا في بغداد والعراق بشكل عام. يعتقد البعض ان تنامي العنف بين الشباب يعود الى عوامل اجتماعيه ونفسيه اكثر تاثيرا من الالعاب الالكترونيه، مثل الفقر والتعليم والبيئه الاجتماعيه. وبالنتيجه هو يبقى الاشراف الابوي، يعتبر الاشراف الابوي التوجيه الجيد لاختيار الالعاب المناسبه واوقات محدده. يعني انت ممكن، احنا ما نقول نعم خلينا نمنعه 100%، بس يعني ممكن في الساعه، يعني نعم خلي تكون ساعة لمدة ساعة ونظيفة متنفس زين، لكنه بالمجمل لا يمكن توجيه اللوم بشكل حصري الألعاب الإلكترونية عند مناقشة زيادة ظاهرة العنف بين الأطفال والشباب. يعني هذه مسألة تشمل عوامل متعددة، ولكن يبقى الضرر وتعزيز نعم الوعي. ماذا عن علاقتها بتراجع مستوى الطلبة التعليمي؟ والله هي يعني هي بشكل عام يعني تسبب يعني خمول وتنهك الواحد، وهي تعرض الانسان الى يعني كثير من تشغله عن العلم وتشغله عن تطبيق الدراسه والابحاث. يعني هذه هسه احنا هي سلاح ذو حدين، يعني اما انت تقدر تبحث تطلع علم وتستفاد وتطلع علماء من هذا اليوم، حتى اللي يريدون يدرسون اللي مستواهم المعيشي متدني بامكانهم يطلعون على اليوتيوب
اشكال، كل شيء، مدرس رياضيات، مدرس فيزياء، مدرس كل شيء. ولكن المشكله انه هذه كثره البرامج الموجوده تشغله، تخلي الوقت ما له يعني ما له ثمن، يعني ضايع من الهدف الحقيقي. نعم، هناك من يرى ان ثمه علاقه بين هذه الشريحه العمريه الصغيره وانتشار المخدرات. هل هناك علاقه ما؟ يعني بالتاكيد هو انتشار المخدرات بين الشريحه العمريه الصغيره واستهدافهم من قبل تجار المخدرات في هذه الفئه العمريه هو موضوع معقد ويتاثر بعوامل سهوله التاثير. يمكن ان تكون الشباب اكثر استعدادا لتجربه المخدرات بسبب استجابتهم العاطفيه والنفسيه للتحديات والتغييرات في هذه المرحلة العمرية، تعرضهم لضغوطات، يمكن أن يكون الشاب عرضة لضغوطات الأقران، يعني أقرانه ورغبته في الانتماء الاجتماعي، مما يجعله أكثر عرضة للتجربة مع المخدرات. يعني غياب الوعي، قد يكون للشباب تفهم ضعيف للمخاطر المرتبطة باستخدام المخدرات، وهذا يزيد من احتمالية تجربتهم لها. يعني استهدافهم من قبل تجار المخدرات يعتبر الشباب يعني هدف سهل لتجارة المخدرات بسبب عدم تطور فكره وعدم قدرته على اتخاذ قرار مستنير. التواجد في بيئات يعني عرضة للمخدرات، قد يكون الشاب في بيئات تكون عرضة للتأثير السلبي للمخدرات في المدارس أو الأحياء المعرضة للجريمة. يجب أن نفهم أن استهداف الشباب من قبل تجار المخدرات يتم بغية تحقيق أرباح مالية، لذا من الضروري توجيه جهود استثنائية نحو توعية الشباب بمخاطر المخدرات وتقديم الدعم الاجتماعي والتعليمي لهم لمنعهم من الواقع الوقوع في هذا الفخ الخطير. نعم. السوشيال ميديا هي يعني يعني شوف المظاهر. اشكرك جزيلا. وشوف واقع غير الواقع. نعم. وصلت الفكره سيد يونس العبطان، الباحث الاجتماعي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بغداد.